السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم البنات غادي كما راكم تشوفوا غادي نحضروا واحد المسمن معمر بصدر الدجاج والخضره. تابعوا معنا المقادير. عندنا العجينه تاع المسمن، العجينه تاع المسمن العاديه معجونه بالماء والملحه والدقيق. عندنا فلفله خضراء والفلفله حمراء، عندنا بصله مشلضه، عندنا صدر الدجاج مقطع الى قطع صغيره، عندنا القرعه محكوكه وخزو محكوك، عندنا العطريه، العطريه العاديه، وعندنا فرماج محكوك، فرماج تاع البيتزا. هنايا البنات من بعد ما تشحرنا الدجاج مع البصله غادي نزيدو خيزو، نزيدو خيزو والفلفل، ومن بعد ما تشحر لنا الدجاج مع الخضره ديالنا مزيان غادي نزيدو العطريه، العطريه والربيع، غادي نزيد الربيع والقرعه، قرعه محكوكه، ونزيدو غير نسيت ما قلتها لكمش الزيتون مقطع، الزيتون مقطع نخليهم يتشحروا. هنايا من بعد الشرموله ديالنا ما تشحرت مزيان شربت كاع العطريه غادي نخليوها تبرد ونمشيو نسرحوا المسمن ديالنا. غادي نسرحوا العجينه ديالنا عاديه بحال المسمن العادي، شفتوا البنات العجينه من تدلك مزيان كنخليوها ترتاح كيسا كتمشى لينا كنلقاوش معها صعوبة. هكا نعاودوا الاخرين بنفس الطريقه كنكملوا. كيجي سهل البنات وكيجي بنين.
ثابت في الطريقه، نتبعوهم كاملين حتى نكملوهم ونرجعوا. هيا البنات، من بعد ما قرصناهم كاملين هكا غادي نجيبو الشرموله ديالنا ونمروهم. غادي نسرحو العجينه ديالنا هكا، السمنه ديالنا نسرحوها، هذا الشكل. ونحطو الحشوه ديالنا في الوسط هكا، نديرو عليها فرماج محكوك هكا، ونبلعو بالجوانب هكا. نجيب هاد الجنب وهاد الجنب نديرو فوق هذا، ونجبدو الجنب الاخر هكا باش تجي مربعة هكا. ونشدوها بواحد الحبان تاع الزيتون هكا، شتو كي جات؟ ونحطوها في السنين اللي غادي يدخل في الفران. كنسرحو واحدة أخرى هكا، نحطو الحشوة ديالنا ونقلبو عليها الجوانب هكا كما الأولى هكا هكا، تجي مربعة. نبلعوها بحبان تاع الزيتون هكا، ونحطوها في الصينية اللي غادي تدخل الفران. ديرو فرماج محكوك ونبلعو عليها بالجوانب هكا. أي البنات، من بعد ما كملناهم كاملين عمرناهم، غادي ندهنهم بالصفار البيض ندهنهم بالصفار البيض، نديرو فوقهم الزنجلان هكا، ندهنهم كاملين وندردرو فوقهم الزنجلان وندخلهم الفران. هما البنات المسمنه ديالنا من بعد ما خرجناهم من الفران كي كيجيو البنات مقار منشين وخفاف من داخل السمات قرميشه. نتمنى البنات تجربوهم كيجيو زينين
المقادير هما بساط. غادي نحل لكم البنات وحده باش تشوفوا كي تايجي لداخل. ها هو شفتوا كيجي عامر، المسمن ديالنا مورق، كنتشوفوا الريحه اللي كتطلع منه. المهم البنات نتمنى انه يعجبكم. في الاخير البنات نقول لكم بسلام عليكم، تهلاو في ريوسكم وفيديو اخر ان شاء الله. نتمنى انكم تجربوا هاد المسمنات هادو، غادي يعجبكم. تهلاو في ريوسكم، مع السلامه.